تشاهدون الآن. فريق الجدعان يلتقي الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة، والذي يكشف خطة النهوض بصناعة الدواجن وإعداد أول قاعدة بيانات بحلقات الصناعة كاملة وآليات مواجهة انخفاض سعر الدواجن والذي يهدد بإغلاق المزارع. المسؤول الأول عن وضع خطط تنمية الثروات الحيوانية والداجنة في مصر هو الدكتور طارق سليمان، عالم مصري متخصص في رعاية الحيوان والتلقيح الاصطناعي وفسيولوجيا التناسل، ودايماً في قلب المزارع. عشان كده اتعين رئيس لقطاع تنمية الثروات الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة من حوالي 4 سنين. ولكن لسه ما عملناش قاعدة بيانات كاملة بصناعة الدواجن، وكل يوم نسمع عن انهيار أسعار الإنتاج الداجني، وفي نفس الوقت بتوصل الفراخ غالية للمستهلك، وكمان دخلت مجزئات الدواجن مصر لأول مرة، وأموال المربين اللي بتتحصل في صندوق تعويضات صناعة الدواجن في وزارة الزراعة ما استخدمناش منها مليم في تطوير الصناعة إلا فيما نظر، والتعويضات عن إصابات المزارع بإنفلونزا الطيور عزيزة وصعب حد ياخدها، والأعلاف أسعارها بتزيد لأن مدخلاتها نار فعلا. كمان الإنتاج الحيواني في وادي تاني، صحيح ناجحين في تربية البتلو، لكن لسه في حوالي 4 مليون طن ألبان بينتجها القطاع الريفي، لازم نفكر إزاي نستغلها ونعمل قيمة مضافة ليها، ودي تكلفات رئاسية. كمان نفسنا تبقى سلالات اللحوم محسنة ويبقى عندنا سلالة مصرية عليها الطلا. المهم لقائنا النهاردة مع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروات الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة. نبدأ من قطاع الدواجن لأنه الأعلى صوتا حاليا، الأسعار متدنية بشكل كبير يا دكتور. نتكلم عن الصناعة ترتفع أسبوع بكتير وفجأة تقع تاني. امبارح كانت 17 جنيه، يعني خسارة لا تقل عن 3 إلى 4 جنيه في الكيلو الواحد. الناس تعمل إيه ودور القطاع إيه؟ بالنسبة لصناعة الدواجن الحمد لله إحنا على أعتاب الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن عموماً ومن الإنتاج المحلي بالنسبة لنا. وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات وبعض الاشتراطات من خلالها وصلنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك لأعتاب الاكتفاء الذاتي، هقولها في عجالة. أول حاجة بقول تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة ومشروعات الثروة والداجنة. لما نتكلم من 3 سنوات تقريبا كان إجمالي وجملة ما لدينا من تراخيص تشغيل أصدرها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة منذ أن أنشئ حتى من 3 سنوات كانوا تقريبا 1500 ترخيص. النهاردة احنا تخطينا 55,000 ترخيص، منهم فقط خلال الثمان أشهر اللي فاتت 2020 نعدي تقريبا 15,000 ترخيص. مش معنى اللي احنا بسطنا ويسرنا إجراءات الحصول على ترخيص التشغيل اللي احنا تغاضينا عن ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي حول وداخل تلك الأنشطة والمشروعات المتعلقة بالثروة الحيوانية والدجن. يبقى لما دلوقتي بندي ترخيص تشغيل وأصبحت تلك المشروعات والأنشطة تحت رعاية الدولة وعناية الوزارة، فبالتالي معدلات الأداء، لأنك أنت لما بتدي ترخيص تشغيل تبقى لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي، إذن في رفع كفاءة للنشاط أو المزرعة أو الحظيرة، إذن في تحسين لمعدلات أداء سواء كان الحيوان أو الدواجن، وبالتالي دوت انعكس بالفعل على تحسين معدلات أداء وعلى زيادة إنتاجية. هل احنا مش قادرين ندير هذا الكم من الانتاج للدرجة ان الانتاج يقع معاها ل 16 و17 جنيه ولازم نتكلم ولازم نقول يا جماعة الانتاج في ازمة والمربين في ازمة؟ احنا محتاجين سعر عادل يغطي تكلفة الانتاج ويحقق سعر عادل للمستهلك. خلينا نتكلم السعر بالتحديد، نتكلم على عدة محاور. تمام. اول حاجة انا كدولة وفرنا لصغار المربين بروتوكولات اللي هي هتخدمه وهنخليه يمعظم الاستفادة ويزود العائد الاقتصادي، وبالتالي حضرتك اللي بيشتكي
من السعر مين؟ صغار المربين. هم في عينينا، صغار المربين في عينينا، ونحن ننظر إليهم بكل الاهتمام والتقدير. لكن لو أنت طورت عن برك من مفتوح لمغلق مش هتعاني من انخفاض السعر. دي حاجة. الحاجة التانية زي ما بقول لحضرتك، ما تحاسبنيش على دورة أو دورتين، حاسبني على السعر. الدكتور طارق سليمان اتخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس سنة 1984، وكان من أوائل دفعته، وتعين باحث مساعد في مركز البحوث الزراعية سنة 1992 في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في فسيولوجيا التناسل والتلقيح الاصطناعي في الحيوان، وترقى باحث أول وبعدها رئيس بحوث، وتم اختياره سنة 2016 لرئاسة قطاع تنمية الثروات الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة. وحتى اليوم تحديد أسعار حلقات الصناعة، وضع معادلة سعرية للعلف، وضع معادلة سعرية للكتكوت، الأمور دي صعبة. خلينا احنا مش عملناها قبل كده في الألبان. بص يا أستاذ محمد، حضرتك تتذكر مفاوضات 2010 اللي كانت عنيفة جدا في وزارة الزراعة لما وصلنا للسعر المعادلة بتاعت الألبان للمزارع، معادلة الإنبا. ماشي، لأن أنا عايز أقول لحضرتك الشراء حر، فما أقدرش أتدخل في البيع. بمعنى انت حضرتك كوزارة او كدولة انت وفرت كافة الخدمات والسوق مفتوح، تمام، وبالتالي في مصانع او في منتجات اعلاف وفي مخاليط اعلاف بتتباع باكس، وفي افضل منها بيتباع باكس الا ربع. فانا كمربي انا اقدر اروح اجيب من هنا او اقدر اجيب من هنا. لكن احنا كدولة بنعمل ايه؟ احنا كثفنا الرقابة على صناعة الاعلاف. طب وتخفيف العباء عن الصناعة ده دكتور ممكن؟ يعني صناعة الاعلاف عليها اعباء كتيرة جدا، وده اللي بيخلي الاسعار ترتفع. استيراد خامات لمصنع محدد اكيد كدولة لو استوردنا احنا الذرة هيبقى ارخص بكتير، لو استوردنا فول الصويا هيبقى ارخص بكتير. انا عايز اقول لحضرتك يعني الدولة دايما لما بتدخل علشان تعمل توازن في الاسعار مش علشان تنافس. لكن احنا لا غنى لنا عن القطاع الخاص، لكن لو الدولة دخلت عملت هي كل حاجة استوردت وهي أنتجت، القطاع الخاص هيروح فين؟ وخلينا نقول إن صناعة الدواجن على سبيل المثال بيقتط منها أكتر أو ما يقرب من 10% من جملة الشعب المصري. أنا ما بقولش يا دكتور إن الدولة تدخل ده استورد كل حاجة، أنا بتكلم إن الدولة ممكن توفر الخامات العلفية بأسعار أقل بكثير مما استورده الآن. يعني بتكلم إن الدولة تتدخل في استيراد الخامات العلفية، بتكلم إن إحنا ممكن نعفي صناعة الأعلاف أو مدخلات الأعلاف من 14% قيمة مضافة. إحنا بنتكلم في 300-400 جنيه. لما نتكلم في القيمة 14 جنيه على إيه؟ 14% قيمة مضافة. طيب، عشان مجرد كلمة محضرات علفية أو أعلاف. لا، أوضح بس القيمة المضافة. أول حاجة إحنا شغالين على الملف ده بشكل مكثف جدا ومنظم، وإن شاء الله هيعلن عن نتائجه قريب. مع وزارة المالية؟ مع جهات عديدة. تمام. مع جهات عديدة. أي رسوم أو مصروفات أو ضريبة أو قيمة مالية توضع على أي سلعة أو أي خدمة لسبب أو لأسباب أو لمبررة، والدولة لا تمانع في أنها تعيد مراجعة أي قيمة من القيم اللي قلت لحضرتك عليها تاني وتدرس جيدا، ولا نستحي نحن نتراجع في أي قرار إن لزم الأمر. هي وزارة المالية طلبة من وزارة الزراعة إنها بدل ما تكتب إضافات علفية تكتب محضرات علفية. ما أنا بقول لحضرتك يعني شغالين على القانون يعرف المحضرات. بالظبط، يعني شغالين على الملف بكل جوانبه وكل مبرراته، وإن شاء الله هيعلن عن نتائجه قريبا جدا. هو إيه يا دكتور المعوق لإعادة البورصة مرة أخرى؟ بورصة الدواجن. هي البورصة مش مسؤولية وزارة الزراعة فقط برضه، علشان تبقى الأمور فعلا واضحة. وزارة الزراعة مش الجهة الوحيدة المنوط بيها البورصة، زي بالظبط قانون 70 لتنظيم تداول الطيور الحية مش وزارة الزراعة الوحيدة، لكن هي منظومة. لكن أنا كمربي أنا بتعامل مع دولة، سواء وزارة الزراعة أو وزارات أخرى جهات أخرى بنتعامل مع دولة. ومن أول الملفات اللي اشتغل عليها معالي الوزير والسيد النائب فور دخولهم الوزارة كان حصر الثروة الحيوانية بشكل دقيق، وحصر الثروة الداجنة سواء ثروة حيوانية أو داجنة. والحمد لله يمكن في شهر ونص يناير، خلال شهر يناير إلى منتصف فبراير تم حصر كامل للثروة الحيوانية على
مستوى الجمهورية بمراكزها بمحافظاتها يمكن بكراها في أرقام يا دكتور؟ طبعا في أرقام بالنسبة للثروة الحيوانية والثروة الدجنة. في خلال أيام إن شاء الله هننتهي من حصر الثروة الدجنة بكل أنشطتها وبكل فروعها على مستوى الجمهورية وحصر إلكتروني. يمكن في بعض الناس يعني أو بعض الآراء توقعوا أن في أزمات ممكن مصر تتعرض لها خلال جائحة كورونا، أن في بعض أزمات ممكن مصر تتعرض لها خلال عيد الأضحى وموسم الأضاحي أو خلال موسم رمضان. الحمد لله ده ما حصلش، ده نتيجة البيانات المدققة الكاملة اللي عندنا سواء كانت للثروة الحيوانية أو للثروة الدجنة. دكتور طارق خليني أسحرك على الأوراق المطلوبة لترخيص سواء مزارع دواجن أو ثروة حيوانية. هنا الناس بتيجي بتتقدم بأوراقها، إيه المطلوب عشان الناس يتيسر عليها الأمر؟ إحنا فقط بنحتاج سند ملكية ما يثبت إن الأرض دي ملك الشخص المتقدم. زي ما قلت لحضرتك بنشوف في لجنة بتنزل بتشوف ضوابط واشتراطات وقواعد الأمن والأمان الحيوي حوالين وداخل تلك المنشأة. لو الأمور ما فيش فيها أي مشكلات متعلقة بضوابط الأمن والأمان الحيوي وبالمستندات بيستلم الترخيص بتاعه تاني يوم فورا. حلب القطاع الداجني شركة كبرى للتسويق باستثمارات 300 مليون جنيه، وهي موجودة في صندوق تعويضات إنفلونزا الطيور بوزارة الزراعة، ومن 2017 والاتحاد العام لمنتج الدواجن مقدم مذكرة توضيحية شارحة للفكرة ولا أحد يستجيب. تعالوا نواجه الدكتور طارق سليمان. خلينا نسحرك على الاتحاد العام لمنتج الدواجن. القطاع بأكمله ينتظر تشكيل هيئة المكتب، وهيئة المكتب لن تتشكل في الاتحاد العام لمنتج الدواجن اللي هو رأس الصناعة إلا بعد اختيار 9 وتعيينهم بقرار من السيد القصير وزير الزراعة. احنا ليه متأخرين في القرار ده؟ طبعا هي معالي الوزير بيختار بعناية وبدقة في قرارات التسرع فيها مش في الصالح العام طبعاً. ولا في صالح الصناعة. لازم يكون التسعة دول فعلا ممثلين للصناعة ومهتمين بكل مشكلات وبكل ما هو متعلق بالصناعة ومن جهات متعلقة بالصناعة. طبعا قريبا جدا إن شاء الله سيعلن عن التشكيل الكامل للاتحاد العام لمنتج الدواجن بكامل هيئات. صندوق دعم صناعة الدواجن يا دكتور، دعم وحماية صناعة الدواجن موقفه ايه؟ طب هو ما يعرف بصندوق التعويضات. تمام. صندوق التعويضات هو لما نشوف اللائحة بتاعة صندوق التعويضات أو الصندوق زي ما قلت حساب مواجهة أمراض الدواجن وتطوير صناعتها بتسمح بكل ما هو متعلق بتطوير الصناعة. وأول حاجة كمان بيتم تعويض مربين أين كان، صغار مربين كبار منتجين أين كان مربين تعرض لأنفلونزا طيور بيتم تعويضه طبقا للائحة. وهنا بيتم تعويضه ليه؟ أول حاجة يعني أنا كمربي تعويضه على مبلغ صرفه. أنا كمربي لو عندي نفوق أجي الوزارة هنا أقدم طلب طالما أن أنا مرخص فورا. بس في هنا الضوابط مهمة جدا. أيوة عايز أعرف. هو بيتم التعويض علشان نحافظ على الثروة الدجنة والبيئة والصحة العامة. تمام. بمعنى لو مربي لا قدر الله حصلت عنده مشكلة ورمى طيوره على في الطرقات أو المصارف ده مش هيتعوض. طبعا. هل ده يعوض؟ لا طبعا ده لازم محضر يشوف العدد. وبعدين محضر مش بس العدد، انا ما يهمنيش العدد قد ما يهمني بيحصل محضر عشان يتم دفن بيئي امن صحي. لازم نفوق يعني كامل ولا ممكن نفوق جزء في المزرعه اللجنه تنزل برضه؟ لا ما هو طالما في ظهر عنده مرض خلاص هيتم. طالما ظهر عنده انفلونزا الطيور والعينه او الهيئه العامه للخدمات البيطريه حددت ان بالفعل عنده انفلونزا الطيور فبيتم اعدام. بقفل له المزرعه؟ اعدام لا خالص، اعدام ودفن ثم بعد كده بقى الإجراءات النظامية الخاصة بالتطهير والتعقيم. ولكن هو بيصرف تعويض عن الفترة، بيصرف تعويض عن الـ كل الفلوس وبيتحدد العمر ساعتها العمر والفلوس اللي اتصرف. دكتور طارق الاتحاد العام لمنتج الدواجن اتقدم بمذكرات عديدة جدا منذ عام 2017 بيقول يا جماعة احنا عندنا صندوق فيه 600 مليون جنيه دي فلوس المربين 1% من كل مدخلات الصناعة. اللي بتدير الصندوق هي وزارة الزراعة، ولكن احنا محتاجين نعمل شركة مساهمة لتسويق الانتاج الداجيني باستثمارات 300 مليون جنيه والفلوس موجودة جوه. عايزين نعمل معامل مرجعية للصناعة والفلوس موجودة جوه الصندوق. يعني الدولة لن تتحمل شيء، لماذا لم تستجب وزارة الزراعة؟ الصندوق
ساعد في بناء وإنشاء المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني. الصندوق التابع لمركز البحوث الزراعية، التابع لمعهد بحوث معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية. طب والشركة المساهمة لتسويق الإنتاج الداجني باستثمارات 300 مليون جنيه وبإدارة منفصلة تماما عن الاتحاد وبمجموعة عربات نقل للنقل الإنتاج الداجني مطروحة للدراسة. تشاهدون بعد الفاصل الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة يكشف شروط إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني وخطة التوسع في مراكز تجميع الألبان بالقرى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بصناعة الألبان في مصر إلى جانب خطة التوسع في مشروعات البتلو بعد نجاحها المذهل في العام الحالي.